في البيضاء لم تصمد الهدنة، ساحة أخرى للمواجهة مع الإنقلابيين تكشف عوار الهدنة الخامسة منذ دقائقها الأولى، على نحو يفسح المجال لخيار المقاومة في هذه المحافظة التي تحظى منذ يومين بحملة إسناد شعبية واسعة تحت شعار لبيك البيضاء. في كل جبهات المواجهة بالبيضاء خرقت ميليشيا صالح والحوثي الإنقلابية الهدنة الهشة، ووقعت أشرس المواجهات في ظل هذه الهدنة بمديرية ذي ناعم الواقعة إلى الغرب من المحافظة، وذلك إثر هجوم مباغت للميليشيا على مواقع المقاومة في عدة مناطق بالمديرية. المقاومة في ذي ناعم كانت قد استبقت بدء سريان الهدنة بهجوم مباغت شنته على تجمع لعناصر الميليشيا استهدف تحرير موقع هرمز الواقع بمنطقة طياب، ما أسفر عن مصرع أربعة وجرح العشرات من عناصر الميليشيا. جرائم الميليشيا لا تتوقف في البيضاء، فقد أقدمت عناصر من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح قبل ساعات من بدء الهدنة على تفجير بئر لمياه الشرب بقرية حمد صرار الواقعة في مديرية قيفة ردال. وجاء هذا الاعتداء إثر مصرع ثلاثة من عناصر الميليشيا في محاولة فاشلة لاقتحام القرية بحملة عسكرية تصدى لها رجال المقاومة. البيضاء تخوض معركة طويلة الأمد مع الميليشيا منذ أكثر من عامين، وتواجه أكبر تجمع عسكري للإنقلابيين وأهم مصادر إمدادهم الحربي، وسط صمت غير مبرر من جانب الكثيرين. قدر لهذه المحافظة أن تواجه أولى حملة الغزو الميليشياوية في سبتمبر 2014، ومنذ ذلك الوقت وهي تواجه العدوان في ظل تواطؤ من الداخل والخارج. مديرية قيفة رداع كانت أولى قلاع المواجهة ولا تزال. اتحد سلاح الحوثيين وحلفهم صالح ضد أبناء هذه المديرية، واتحد معهم سلاح الجو الأمريكي في معركة واجهها رجال المقاومة ببطولة نادرة، وخاضها أعداؤهم بدواعي مراوغة لمكافحة الإرهاب. تعرضت الميليشيا لاستنزاف كبير لعناصرها ومعداتها في هذه المحافظة، وتحقق كل ذلك بالإمكانية المتواضعة للمقاومة، حتى طيران التحالف بقي دوره تكتيكي في مواجهات البيضاء التي لم تتوقف حتى اللحظة. والأهم من ذلك أن المقاومة لم تتلقى أي إسناد ميداني من الجيش الذي ينتظر أن يدشنه اللواء 17 الذي جرى الانتهاء من إعداده في العبر بقيادة العميد عبد الرب صالح الأصبحي. محافظ البيضاء نائب صالح القيسي أوضح أن اللواء الذي يضم 2400 مقاتل من أبناء المحافظة ما يزال ينتظر الإذن بدخوله ميدان المعركة، وسط تفاؤل بأن تدخلا كهذا سيحقق فارقا مهما في ميزان المواجهة ويسرع من عمليات تطهير المحافظة. سقوط الهدنة في البيضاء لا يعني شيئا في ساحة لم تهدأ، ومقاومة أبدت هذا القدر من الإصرار على المواجهة الشجاعة رغم الفارق الهائل في الإمكانيات، وما تحتاجه البيضاء هو الدعم المعنوي والمادي وأكثر من حملة للتذكير بالتضحية الهائلة التي يقدمها أبناء المحافظة.